يعني ثلاث مكالمات هاتفية ما بين بايدن ونتنياهو لم تسفر عن تحقيق الهدوء ووقف إطلاق النار، لماذا؟ أولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لا تزال في موقف يدعم التوجهات والسياسات التي تتبناها حكومة نتنياهو. الإدارة تعلم بأن هناك مسألة وقت قبل أن يكون هناك ضرورة من وجهة نظرهم طبعا لوقف القتال. الإدارة تريد أن تمنح إسرائيل بحبوحة من الوقت لكي تقوم بالاستمرار بأعمالها التي تقوم بها، ولكن في نفس الوقت الذي نرى كل ذلك ورأينا كما تفضلت وذكرت عدة اتصالات، ثلاث اتصالات بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ورأينا أيضا أن الولايات المتحدة عرقلت ثلاث مرات محاولات قيام مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، أي 14 دولة مقابل دولة واحدة، حتى إصدار بيان يأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين. ولكن أعتقد أن المسألة هي مسألة وقت، وذلك هناك من يعتقد بأن الإدارة لم تقنع إسرائيل بوجهة نظرها وأنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار. أعتقد أن العكس هو الصحيح، وذلك لأنه الرئيس بايدن بعد حديثه مع نتنياهو قال بأنه هو يدعم هدنة أو وقف إطلاق النار، وأنه في نفس الوقت لم يضغط ولا يضغط على إسرائيل. ثم بعد ذلك عندما ظهرت في بعض وسائل الإعلام أن الرئيس فسرت على أنه يدعو إلى هدنة، فأن رد الفعل من البيت الأبيض كان بأن الرئيس يدعم الوصول إلى هدنة من قبل الطرفين ولكنه لم يدعو إلى هدنة. وبالتالي ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من ذلك كما تشير بإعطاء المزيد من الوقت لإسرائيل؟ أعتقد أن الرئيس الأمريكي أولا هو نعرف أنه هو تقليديا يقبل الرأي أو الذي يمثله ربما غالبية أعضاء أو غالبية قيادات الكونغرس إن كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، وهو أن يجب أن نعطي إسرائيل فرصة لأنها هي لها حق الدفاع عن النفس وهي تدافع عن نفسها، ودائما إسرائيل على حق والفلسطينيين على غلط على خطأ بغض النظر عن ما جرى وكيف جرى وما هي خلفيات هذه الحوادث أو التصعيد. كل هذه دائما الإدارة، وهذا ما أشار إليه السناتور بيرني ساندرز وهو من زعماء التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي وجه انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية خلال في مقال نشره في صحيفة نيويورك تايمز وأيضا في مقابلات تلفزيونية، وذكر وقال التالي، قال لا أحد يقول بأن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس، ولكن هذا لا يعطيها الحق بأنها يجب أن تقتل المدنيين، وأضاف إلى ذلك وأين هي حقوق الشعب الفلسطيني، لماذا لا نسمع مطالبة أيضا عن حقوق الفلسطينيين، لماذا دائما نحن نتذكر العنف الذي يقع على إسرائيل ولا وبعد ذلك ننسى كل أعمال العنف تخدمت ضد الفلسطينيين. هذه التصريحات قوية، يعني هناك تيار الآن داخل الحزب الديمقراطي بدأ يعبر عن وجهة نظره بوضوح، ومن بينهم زعيمة هذا التيار في مجلس النواب النائبة إسكندرية ألكسندريا كورتيز، وهي وجهت أيضا انتقادات للرئيس وللإدارة وقالت بأنه آن الأوان إذا كنا فعلا نؤمن بحق بقيم كما نقول وبحقوق الإنسان كما نقول، فإن هذا يجب أن ينطبق أيضا على الشعب الفلسطيني
وبالتالي هذه ايضا بدايه لتغييرات، ولكنني لا اعتقد انها وحدها كافيه الان للضغط على الاداره لتغيير موقفها في هذه المرحله. اذا امام هذا الانحياز الكامل كما اشار كثيرون وتتحدث انت دكتور من قبل الولايات المتحده لاسرائيل في هذا التصعيد على قطاع غزه، العلاقة ما بين الولايات المتحدة والفلسطينيين ليست في أحسن حالاتها منذ عهد ترامب والإعلان أن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والإجراءات التي اتخذت على الأرض ودعم للسيطان وغيرها. ما مآلات هذا الموقف الأمريكي اليوم على مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين حتى لو انتهى هذا التصعيد على قطاع غزة؟ أولا أعتقد أنه هناك فعلا هذه الإدارة كما تعلم لم تكن ترغب في الانخراط في هذه القضية، حتى أنها لم تكن تتحدث عنها ورغبت في أن تتركها وراءها إلى حد ما، ولكن الأحداث الأخيرة أعتقد أنها ستفرض على هذه الإدارة العودة إلى الانخراط في قضية في هذه القضية وفي هذا الصراع. طبعا لديها أولويات لا تزال، يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، بمعنى أن الإدارة الأمريكية لديها أولويات كثيرة هذه الأيام، أهمها بالنسبة للعلاقات الخارجية هي صراعها ومنافستها، المنافسة بينها وبين الصين وبينها وبين روسيا، هذه خاصة مع الصين وحتى إلى حد كبير مع روسيا هي الأولوية لدى هذه الإدارة. ولكن في نفس الوقت، ولهذا بدأنا نرى حتى الانسحاب من أفغانستان، الولايات المتحدة تريد أن تقلص من تواجدها في المنطقة، أيضا محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي والعودة إلى ذلك لكي تركز اهتمامها على آسيا وعلى الصراع أيضا مع روسيا. ولكن أيضا في نفس الوقت أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها الآن بعد هذه بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة وبعد هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى خاصة في أوساط الفلسطينيين، ستجد نفسها تحت ضغط للتحرك. كما قال رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق، نعم، فإنه كان قال بأن الإدارة الإسرائيلية ستستمع للإدارة الأمريكية إذا تبنت الإدارة الأمريكية الموقف، إنه عندما تتبنى الإدارة موقف، نعم، واضح وصريح أشكرك، فإنها تفرض هذا الرأي ولديها القدرة على فرضه على إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الدكتور إدموند غريب، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.